الجنب الشمال احلى. طب والله العظيم تحس ان في ريحه سمك. طب خش شم كده. طب وحيات امك ما تكذب. هو ليه ريحته سمك وطعمه بيض مسلوق وعايز يودينا في الطبق ده؟ طب انت عارف يا حمدي علاء مستو زو انت شفت اقسم بالله حمدي شفت الفرن ده عامل ازاي؟ اه احلى فرن عندنا في مصر. انت عملت حاجه صح؟ طب هو ايه انا وقفت بدلت طبق. لا هو طبقي والله طبقك. معلقه تاني والله طبقك ده طبقك اقسم بالله طبقك. معلقه تاني. طب ليه يا عم؟ طب اديتني كده الافرق لسه انا ما بقولش ارقام دلوقتي عشان ما ازعلكش بس. حلو يعني الطبق اللي انتوا بتستاهلوا بيه ده شوفوا هيوصل فين. ده هيبقى رقم واحد في مصر الطبق. انا قلت ريحته حلوه ان شاء الله. والله افتح له مطعم مخصوص واسميه الطبق المرفوض. طيب ايه انا دقت اطباقكم ودلوقتي الوقت ان انا لازم اقول كل واحد هياخد رقم كام مني دلوقتي. ولسه كمان هنجمع الارقام اللي في كنترول وبعد كده هنعرف مين مركز اول وثاني وثالث ورابع. اوكي ابتدي بيا. ماشي 4 من 10 انتوا عديتوا طالما انا واخد 4 انتوا خلاص اهو عشان دقت 4 من 10 الحمد لله. خديجه 8 من 10 حلو. لارا 8 من 10 اميره 9 من 10 بس دي مش ده مش ارقام ترجح ولا تسقط. صح في ارقام تانية هيجيب لك كنترول هقول بقى المركز الاول والثاني والثالث والرابع. يعني 4 زي 9 دلوقتي بجد والله 4 زي 9 ملهاش اي علاقه بالنجاح. لا يا جماعه عيب ما اقدرش محرجه. لا هي انا اللي كسبت صح؟ هو محرج يقول عشان انا صاحبه فمحرج يقول ان صاحبه هو اللي كسب. يعني انا مش عارف ايه ايه مركز الرابع هو حمدي. شكرا. سقفوا له سقفه كبيره جدا جدا. طبعا انت عارف انا عندي هنا مفيش حد بيخسر. الحمد لله مفيش مركز خامس. لا والله والله ما عندي مفيش حد عندي بيخسر اقسم بالله. بجد يعني عندي هديه. بجد والله؟ اه والله العظيم. دي حاجه رأفه؟ لا مش رأفه ولا يعني حاجه. يعني اللي هو سعيد اقسم بالله احلى هديه في الدنيا. حبيب قلبي. ثواني واشطب لك بقى اللي انا بقى عايز اكتشف مش دي كوبايتك بجد. بص يا باشا ده الموبايل احنا هناخده منك طبعا ما تخلص. انت اكيد طبعا مش هتاخده وانت مروح. لو لحقتوني لو لحقتوني لو عايز تبيع انا باخد الحاجات دي. اجهزه كهربائيه موبايلات بلاي ستيشن انا بشتريها. لا انا عمري ما براحتك عمري ما ابيع جايزه كسبتها مجهودي. مش عايزها بقى نشوف اي عين ياخدها. لا لا قفشت بيها كده ليه؟ مفيش عشان ما تلخبطش مع اطباق يا حمدي. تجربه سودة ما تضحكيش. مش مصدق ان هم اطفال. الله اكبر. بس طبقي احلى لو الدق. انا بقول للجمهور لو دقتوه يعني لو دقتوه هيعمل حاجه اكيد ان شاء الله. انا ما طبختش عشان اقابل حاجه صعبه. لما دقت الاكل حسيت باهانه وكسره نفس. ربنا ما يكتبها على حد. موضوع الكوبايات ده موضوع مبهر. أنا تمارا كنت مخطط أعلمها باليه وسباحة. مفيش تمارا كوبايات. تمارا هتعيش كوبايات وإن شاء الله تحترف بقى وتطور تخش في حلل وطاسات وبتاع. إن شاء الله تمارا هتكسر المطبخ ميداليات.